معنا الآن من عمان سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في العراق الدكتور فاضل الزعبي. مساء الخير دكتور الزعبي، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. نتحدث عن مشكلة كبيرة، مشكلة مياه في العراق. بداية، هل هذا يعود لأسباب لها علاقة بدول المنبع، منابع دجلة والفرات، نتحدث عن تركيا وإيران، أم نتحدث عن مشكلة لها علاقة بسوء إدارة المياه في العراق؟ نعم، الملف معقد، هو له عدة جوانب. الجانب الأساسي فيها قلة الموارد المائية، خاصة الموارد المائية السطحية التي تأتي عبر الأنهر من خلال دول الجوار، سواء دجلة أو الفرات أو الأفرع القادمة من إيران. هذه القلة أدت إلى عدم وصول المياه اللازمة للزراعة للفلاحين، وخصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية. النقطة الأخرى وهذه مهمة جدا، عندما تقل كميات المياه الموجودة في النهر والسارية في الأنهر، تصبح أيضا نوعية المياه غير صالحة. أنت تعلم بأن نسبة الأملاح ونسبة ما يقذف في هذه الأنهار من فضلات سواء صناعية أو استخدامات مدنية، هذه النسبة تزيد عندما تقل سريان المياه. إذا كان سريان المياه 200 متر مكعب وأصبح فجأة 70 متر مكعب في الثانية، فمعنى ذلك أن نسبة الملوثات تصبح 3 أضعاف، وبالتالي لا تصبح المياه واردة للزراعة. أما المحور الآخر وهو الاعتماد على تقنيات الري القديمة التي تستهلك وتستوجب كميات هائلة من المياه للزراعة، هذا أيضا يجعل عمق المشكلة مؤلم جدا. هل هذه أيضا هذه المشكلة يعني جديدة نسبيا؟ يعني منذ متى بدأت هذه المشكلة؟ العراق في الماضي لم يكن يعاني الكثير، أو على الأقل لم تكن المشكلة بهذا الحجم. هل لها علاقة بالأوضاع العامة في العراق، بالأوضاع الخدمية بشكل عام؟ يعني ما الذي فاقم هذه المشكلة في الآونة الأخيرة لهذا الحد؟ بدأت المشكلة بالتفاقم منذ عام 2014 مع احتلال الإرهاب لمحافظات ومساحات شاسعة، وتدمير البنية التحتية الأساسية لقنوات الري اللازمة للزراعة، امتدادا إلى بدء دول الجوار بإنقاص الكميات الواردة للعراق. سد أليسو في تركيا بدأ الإملاء، وهذا الإملاء يستلزم تناقص في كميات المياه. أيضا هنالك أنهر أخرى قادمة من الجارة إيران، أيضا تناقصت فيها المياه إلى درجات كبيرة جدا جدا، وهذا يؤثر على وضع المزارعين ونوعية المياه وأيضا المساحات المزروعة، وهذا أخطر ما في الموضوع. اسمح لي أن أذكر نقطة بسيطة جدا. في هذا العام سيتناقص عدد الأراضي، نسبة الأراضي المزروعة 55%، راح ينزل 55%، في دروب 55%. الآن الخطة الزراعية للعام القادم لا تتجاوز 1,700,000 دونم، الدونم 1,000 متر مكعب، 1,700,000 دونم يزرع منها 1,200,000 دونم قمح، و 250,000 دونم قمح، 250,000 شعير، و 200,000 خضار. إذا النزول 55%. في العراق طبقة المزارعين هم في المناطق الريفية، المناطق الريفية ما يقارب 30% من السكان. إذا افترضنا بحسبة بسيطة أن عدد سكان العراق هو 30 مليون، إذا هنالك ما يقارب 9 مليون مزارع. تخيل 55% منهم اللي هم راح يصل عددهم 4.5 أو 5 مليون يفقد الماء اللازم والصالح، وليس بس الكمية كذلك نوعية المياه. إذا هو سوف يهجر أرضه. لا أتفق مع ما ذكر في بعض فقرات التقرير بأن النزوح سوف يكون من محافظات إلى محافظات. اللي يملك أرض في البصرة مش راح يطلع على الموصل مشان يشتري أرض هناك ويبدأ يزرع، لكن للأسف الشديد الهجرة راح تكون من الريف إلى المدن، من الريف إلى المدينة، وهذا بصريح العبارة راح يكون هجر للأراضي الزراعية، وهجر يعني ازدياد الأراضي الغير صالحة للزراعة وتدهور الأراضي والتصحر والعواصف الرملية وغيرها، إضافة طبعا إلى الهدف الأساسي هو قلة الإنتاج الزراعي وبالتالي التأثير على الأمن الغذائي في البلد بشكل كبير. مشكلة ضخمة دكتور يعني الزعبي، كما هو واضح من حديثك. ما الذي تقوم به الحكومة العراقية للتخفيف أو للحد من هذه الأضرار؟ ما الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة الفاو
وغيرها لمساعدة الحكومة العراقية على التعامل مع هذه المشكلة؟ بالنسبة للحكومة العراقية، تحاول وزارة الموارد المائية تنظيم الحصص المائية. وزارة الزراعة هي المختصة في قطاع المزروعات في العراق، تحاول إعادة رسم الخارطة الزراعية، إيقاف بعض المحاصيل. ولكن نحن نتحدث أيضا عن مياه الشرب، أليس كذلك دكتور زعبي؟ نعم، مياه الشرب هي 25% من المياه الواردة إلى العراق تذهب إلى الاستخدامات المدنية والصناعية، و 75% للزراعة. لذلك المشكلة تظهر بشكل كبير في الزراعة. عندما نتحدث عن مياه الشرب، ممكن محطات التصفية التي تنوي الحكومة القيام بها أن توفر الماء اللازم للشرب بدرجات متفاوتة وحسب درجة تنفيذ هذه المشاريع. لكن مياه الزراعة مياه حجمها كبير، 75% من المياه، وهذا لا يتم إلا بإدخال تقنيات الري الحديثة. إحنا كمنظمات، سؤالك ماذا فعلت الأمم المتحدة وبالأخص منظمة الفاو، قمنا ونقوم وسنقوم وما زلنا بدعم من المجتمع الدولي بإعادة إعمار معظم البنية التحتية لقطاع الري، سواء من مضخات مضروبة إلى قنوات مهدمة إلى جسور إلى غيرها. وفعلا في أمثلة كثيرة في شرق البلاد، في غرب البلاد وفي جنوبها، تقوم الفاو ونفذت وتقوم بتنفيذ هذه المشاريع. كذلك إدخال تقنيات الري الحديثة. الآن الأمم المتحدة مهتمة بشكل خاص في المحافظات الجنوبية، ويوجد لدينا ما يسمى استراتيجية الجنوب، وهذه الاستراتيجية لنا كمنظمة الفاو بالتعاون مع اليونسكو وبدعم من الاتحاد الأوروبي، لنا مشروع كبير جدا جدا يستهدف المياه، سواء شقيها الشرب أو طيب. أو الزراعة، ونطرح حلول قد تكون غريبة على العراق. ومثل ما تساءل تقريركم، كيف يمكن لبلاد الرافدين أن تعاني من المياه؟ قد يكون أيضا غريب ويبدأ التساؤل، كيف يمكن لبلاد الرافدين أن تبدأ بتحلية المياه من المياه المالحة؟ طيب دكتور زعبي، في أقل من دقيقة، هل هناك وعي كافي سواء لدى المزارعين أو لدى الناس العاديين بحجم هذه المشكلة باختصار لو سمحت؟ لم يصل الوعي إلى الحجم المطلوب، لأنه الاستجابة لم تكن مرنة بالقدر الكافي، وهذا ما حصل في الجنوب. ما زالت أساليب الري تستخدم الري السيحي، هذا الري الذي يستهلك كميات كثيرة من المياه ويحرم الآخرين منها، سواء في المحافظات الشمالية أو الوسطى. وبالتالي أنت ترى ما حصل في البصرة من أزمة حقيقية وكبيرة لموضوع المياه شرب وزراعة. شكرا جزيلا لك دكتور فاضل الزعبي، سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في العراق، كان معنا مباشرة من عمان.